سم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى توحيد الله وعبادته وترك عبادة غير الله وأمرهم ونهاهم عما كانوا يعملونه في الجاهلية تحدوه صلى الله عليه وسلم وكذبوه وأنكروا عليه ما جاءهم به حتى إن واحدا منهم أو جماعة دعوا على أنفسهم بالعذاب إن كان محمد صادقا دعوا على أنفسهم أن يهلكهم الله إن كان محمد صادقا وما جاءهم به هو من عند الله من باب التحدي. وقال قائل منهم لما سمع القرآن اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم دعوا على أنفسهم بهذا الدعاء من باب التكذيب للرسول والتحدي. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة سورة المعارج. سأل سائل بعذاب واقع أي دعا سأل بمعنى دعا على نفسه وعلى أمته أن ينزل الله بهم العذاب الذي توعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا واستعجلوا عذاب الله سبحانه وتعالى من باب التكذيب. سأل سائل بعذاب واقع دعوا على أنفسهم بهذا العذاب الذي توعدهم به الله جل وعلا ورسوله إن لم يؤمنوا
كأنهم يعجزون الله سبحانه وتعالى ويستبعدون عذابه أنه لا يقع، ليغروا غيرهم من المشركين والكفرة ويستمروا على ما هم عليه. واقع لا محالة، هو واقع لا محالة، لكن متى يقع الله أعلم بذلك. هو واقع إما في الدنيا كما حصل لهم يوم بدر، وهذا القائل قتل يوم بدر، قتل صبرا والعياذ بالله، وإما في الآخرة، والآخرة قريبة، لأن كل ما هو آت هو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. فهم وإن استعجلوه ولم يقع بهم عاجلا فهو ينتظرهم، لا بد من وقوعه. سأل سائل بعذاب، أي دعا بنزول عذاب، وهذا العذاب الذي دعا به واقع لا محالة، لكن لا يعجله تحديهم. الله لا يغير سنته سبحانه وتعالى ولا يخلف وعده، وهو حليم لا يعجل سبحانه وتعالى، فهو لا يغير ما قدره وقضاه وما أجل له أجلا من أجل تحدي الكفار، ما يغيره، لأنه لا يغير سنته سبحانه وتعالى ولا يخلف وعده. وقال جل وعلا للكافرين، هذا العذاب للكافرين الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المؤمنون إن الله ينجيهم منه. ليس له دافع، إذا وقع فليس له دافع يدفعه قبل وقوعه أو يرفعه بعد وقوعه. ليس له دافع، لا أحد يرده ويمنعه في وقت نزوله، ولا أحد يرفعه إلى نزل، بل هو بأمر الله سبحانه وتعالى الذي لا يرد. ليس له دافع، لا يدفعه جنود ولا حصون ولا أسلحة ولا مخترعات ولا دبابات ولا طائرات ولا دفاعات الجو، دفاعات الدنيا ما تدفع هذا العذاب، ولا أحد يستطيع منعه مهما حاول البشر. ليس له دافع هذا العذاب، ممن؟ من الله. هذا العذاب من الله جل وعلا، لو كان من أحد غير الله من مخلوق يمكن مدافعته، يمكن النجاة منه، لكنه من الله الغالب سبحانه وتعالى القهار، فهو يقع من الله، وما يقع من الله فليس لأحد أن يرفعه أو يمنعه. ليس له دافع، فهذا فيه
تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما ذكره لهم أنه واقع وهو من الله جل وعلا، ليس لهم به حيلة ولا لأحد من الخلق به حيلة. قال تعالى: يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ذي المعارج ذي بمعنى صاحب المعارج أو مالك المعارج، والمعارج جمع معراج وهو المصعد، والعروج هو الصعود، وهو الله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات في العلو، العلو الأعلى فوق سماواته، مستوى على عرشه، تصعد إليه الأشياء من الأرض، تعرج إليه الملائكة، تنزل وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة أي تصعد إليه، تنزل منه وتصعد إليه بالأوامر والمقادير، والروح قيل المراد الأرواح، أرواح بني آدم عند قبضها يصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتستفتح لها أبواب السماء، فإن كانت أرواحا طيبة وأرواحا مؤمنة فتح لها وتجاوزت إلى السماء السابعة ورأت من كرامة الله جل وعلا ومن الروح والريحان والنعيم ما تسر به، ثم تعاد إلى الأرض وإن كانت أرواحا خبيثة أرواح الكفار إنها لا تفتح لها أبواب السماء. قال جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. مستحيل لا تفتح لهم أبواب السماء، حينما يستأذن لأرواحهم لا تفتح لهم، ثم تطرح طرحا إلى الأرض والعياذ بالله، تطرح من السماء إلى الأرض تعذيبا لها، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، الحديث الطويل الذي فيه صفة قبض الأرواح عند الموت وما يحصل لها. فالمراد بالروح اسم جنس، أي جميع أرواح بني آدم ومنهم وكافرهم. وقيل المراد بالروح جبريل عليه السلام، أفرده الله بعد أن ذكره مع الملائكة من باب الإكرام له والتنويه لشأنه عليه الصلاة والسلام. هو الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس، وهو جبريل عليه السلام سمى بالروح. وقيل المراد بالروح خلق من خلق الله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا مانع أن تكون جميع هذه الأقوال داخلة في تفسير الآية،
تعرج الملائكة والروح إليه أي إلى الله، فهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، هذا من أدلة علو الله على خلقه. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة يوم واحد مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. ما هو هذا اليوم؟ قيل المراد به المسافة التي بين العرش وتخوم الأرض أسفل الأرض، مسيرة 50,000 سنة، تخترق الملائكة بسرعة صعودا ونزولا. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا قول. والقول الثاني أن المراد ب50,000 سنة يوم القيامة، لأن الخلائق يقفون في المحشر 50,000 سنة على أقدامهم قبل الحساب. هذا بالنسبة للكفار، وأما على المؤمن فهو يسير، قيل مقداره ما بين الظهر إلى العصر، ولا يشعر به المؤمن، المؤمن لا يشعر به، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير، نسأل الله العافية. وقيل المراد باليوم هذا اللي مقداره 50,000 سنة الدنيا، عمر الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى، والله أعلم ببدايتها وبنهايتها، الله أعلم ببدايتها ونهايتها. على كل حال هذا يوم طويل، عاد أريد به ما بين السماوات والأرض، أو أريد به الوقوف في المحشر يوم القيامة، أو أريد به حياة الدنيا، مدة الحياة في الدنيا، الله أعلم. كلها أقوال معثورة عن السلف كما ذكر ابن جرير وابن كثير وغيرهما. مقداره 50,000 سنة، لكن هناك إشكال، وهو أنه في آية أخرى ذكر أن المقدار 1,000 سنة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، في يوم كان مقداره 1,000 سنة. كيف تجمع بين الآيتين الكريمتين؟ هذا محل أقوال لأهل العلم، أن المراد بهذا الاختلاف اختلاف السير، السير يختلف، فمنه سير سريع ومنه سير بطيء، السريع يكون مقدار 1,000 سنة، السير البطيء يكون 50,000 سنة، فهو اختلافه اختلاف السير المسافة. هذا قول. القول الثاني أن المراد بذلك ما بين الأرض والسماء الدنيا، ما بين الأرض والسماء الدنيا، الأرض العليا والسماء الدنيا مقدار 1,000 سنة، أما ما بين العرش والتخوم أسفل الأرض هذا 50,000 سنة، فيكون اختلاف المسافة اختلاف المراد
في ما بين السماء والأرض، وما بين السماء والأرض كما في الحديث 500 عام، 500 عام ما بين السماء والأرض، هي قريبة السماء. هذا قول. القول الثالث التوقف، أننا نتوقف ولا نقول شيئا في هذا، فالله أعلم به وأعلم بمراده. هذا رأي لبعض العلماء. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن القيم لما ذكر هذه الأقوال أيضا مال إلى التوقف. الله أعلم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال الله لنبيه أصبر صبرا جميلا، أي لا تكترث بما يقولون ولا تحزن لما يقولون من التكذيب والتحقير لشأنك، لا يهمك هذا، أصبر عليهم، أصبر عليهم وعلى شرهم وعلى ما يواجهونك به من الأذى والتكذيب والسخرية، أصبر على هذا ولا تجزع أو تسخط أو تتضايق من أذاهم صبرا جميلا. الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى إلى الخلق، ليس معه شكوى إلى الخلق، وإنما الشكوى فيه إلى الله جل وعلا، كما قال يعقوب عليه السلام، كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل. وفي الآية الأخرى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما يشكو للخلق. الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يشكو هذا إلى المخلوقين. أصبر صبرا جميلا. وجاء أيضا وهجرهم هجرا جميلا. ما هو الهجر الجميل؟ الهجر الجميل هو الذي لا أذية معه، لا أذية معه، اهجره واتركه. جاء أيضا الصف الجميل، فاصفح الصف الجميل. ما هو الصف الجميل؟ هو الذي لا عتاب معه، تصفح عمن ظلمك ومن أساء إليك، تعفو عنه ولا تعاتبه. فالصف الجميل ليس معه عتاب، الصبر الجميل ليس معه شكوى إلا إلى الله سبحانه وتعالى، والهجر الجميل هو الذي ليس معه أذى للمهجور. أصبر صبرا جميلا. وهذا يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة طيلت 13 سنة وهو يكابد من أذاه ويصبر. فلما هاجر إلى المدينة ووجد الأنصار ووجد الدار ووجد العزة والمنعة، أمره الله بالجهاد، أمره الله بالجهاد للكفار. أصبر صبرا جميلا. ثم قال جل وعلا إنهم يرونه بعيدا، يرون هذا الذي تذكره لهم من العذاب، يرونه بعيدا ومستحيلا ومتعذرا، وأنه لن يقع، يرونه بعيد الوقوع ومستحيلا، ونراه قريبا،
الله جل وعلا يراه سهلا وقريب الوقوع، أو نراه، يراد بهم المؤمنون يرونه قريبا يصدقون به وأنه قريب الوقوع، كل ما هو آت فهو قريب وهو سهل على الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا السبب اللي سبب لهم هذا التحدي وهذا الاستهزاء، هو أنهم يرون أن ما يقوله الرسول مستحيل الوقوع وأنه كذاب، هكذا يقولون. ثم بين سبحانه وتعالى متى يكون هذا، يوم تكون السماء كالمهل، تكون الجبال كالعهن، إذا حل هذا العذاب في نهاية الدنيا والانتقال إلى الآخرة، حينئذ سيرت الجبال، صارت هباء، هباء منبثة، سيرت الجبال الصلبة القوية، صارت تمر مر السحاب كأنها دخان، تذوب دموع من شدة الهول، تكون السماء كالمهل وهو الرصاص المذاب، المهل وهو الرصاص المذاب أو النحاس المذاب، تذوب السماوات، والجبال كالعهن وهو الصوف، صوف المنفوش، تتطاير وتصير هباء وتصير دخانا، تصير كالعهن أي كالصوف المنفوش المصبوغ، لا يسمى عهنا إلا إذا كان مصبوغا، كما هي عادة العرب يصبغون الصوف لأجل الغزل وصناعة صناعة الفرش منه والأثاث، يجملونه. الجبال تكون كالعهن كالصبغ الذي كالصوف المصبوغ، الصوف ينتفش إذا نفش ينتفش، كذلك الجبال الصلبة تنتفش تكون لينة، ولكونها ملونة، الجبال ملونة الآن تشوفونها ملونة، بيض وحمر وغرابيب سود، أما ترون الجبال كذا، الجبال ملونة، هذا التلوين إذا زادت يظهر، يظهر وتكون كالصوف المصبوغ، تكون الجبال كالعهن. اشتد الهول في هذا اليوم والعياذ بالله، ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل القريب قريبه، مع أنه يراه وبصرونه، ترى جماعك وترى قرابك وترى عشيرك التي كانت في الدنيا تراها، ولكن ما تكلمها لأنها مشغولة وأنت مشغول، كل مشغول بنفسه. لا يسأل حميم أي قريب قريبه، من شدة الهول وانشغال كل بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الناس إذا التقوا في الدنيا يسلم بعضهم على بعض ويحتفي بعضهم ببعض وينبسطون يتساءلون، لكن في الآخرة لا، مع أنهم يتعارفون، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، يتعارفون بينهم، يبصرونهم يبصرونهم ويرونهم،
لكن ما تقدر تكلمهم، ولو تكلمتهم ما يجيبونك، كل مشغول بنفسه. ثم قال جل وعلا: يود المجرم، وهو الكافر، وكذلك العاصي الذي عليه ذنوب يستحق بها العذاب، يود لو يفتدي من عذاب يومئذ، يفتدي يدفع فدية ولا يعذب. الدنيا يمكن الإنسان يدفع فدية إذا صار عليه عقوبة، يمكن يدفع فدية ويسلم، لكن في الآخرة لا، ما في فدية، بل يود أنه يفتدي بأقرب الناس إليه من عذاب يومئذ، أي يوم القيامة. يود المجرم لو يفتدي، أي يدفع فدية من عذاب يوم القيامة ببنيه، أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه بنوه، الذين كان يشفق عليهم في الدنيا ويحبهم ويدفع عنهم الأذى، في يوم القيامة وده أنه يجعلهم فدية، يسلم، يدفعهم للعذاب وهو يسلم، مع أنه في الدنيا ما يرضى لهم يشاكون بشوكة أو يصيبهم أذى، لكن من شدة الهول والعذاب لا، يود أنه يقدمهم بداله ويسلمهم، ما يحصل هذا، ما يقبلون. لو يفتدي، لو هذه معناها امتناع، 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 الامتناع. لو يفتدي، هذا تمني، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أقرب الناس إليه، وصاحبته، زوجته، حبيبته، أم عياله، يوده قدمة تعذبه يسلم، ما يحصل، ما تقبل من عذاب يومئذ ببنيه. لا تزر وازرة وزر أخرى، صاحبته، يود المجرم ويفتدي من عذاب يومئذ بأمه، ببنيه وصاحبته وأخيه، صاحبة زوجته وأخيه، أخوه، شقيقه، أو أخوه من الأب أو من الأم، أقرب الناس إليه بعد الأبناء، يقدمهم يعذبون بداله يسلمه، ما يقبلون، ما يقبلون. ولا يظلم ربك أحدا، ما يعذب أحد بجريمة وفي جريمة الآخر. وفصيلته، قبيلة التي يأوي إليها في الدنيا ويدخل فيها وتمنعه وتناصره وتأيده، ما تنفعه يوم القيامة، ولو كان من، لو كان من أشرف قبيلة، من قريش، من بني هاشم، من أشرف قبيلة، ما تنفعه قبيلته يوم القيامة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة لا، فصيلته التي تؤويه، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا يلجأ إليها وتحميه، لكن في الآخرة ما لها قدرة ولا حيلة. ومن في الأرض جميعا، عمم بعدما خصص، من في الأرض جميعا من الناس والأموال والممتلكات، يقدمها جميعا يفتدي بها، ما تقبل. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتدوا به عذاب يوم القيامة، ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية.
لو جاء بملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا افتدي به، ما تقبل منه ولو افتدى به، نسأل الله العافية. فالفدية لا تقبل يوم القيامة أبدا مهما كان، ولا الوساطة ما يقبل، ولا يدفع أحد عن أحد، ما يدفع أحد عن أحد، كل مشغول بنفسه وبجريمته وبعمله، فلا أحد يدفع عن أحد، أو يشتري، أو الإنسان يشتري نفسه من العذاب، لا يمكن، ما ينفع شيء، فعليه أن يتخلص الآن. إذا قرأت هذه الآيات تراه ما تعنيك أنت، ما هي تعني غيرك، خلص نفسك الآن. كثير من الناس، ونحن منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، نقرأ هذه الآيات كأنها تعني غيرنا، ونحن ما نفكر فيها، مع أننا سنقدم على هذا اليوم وهذا الموقف. فما هو المخلص؟ المخلص ميسر في هذه الدنيا، طاعة الله والعمل الصالح واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ميسر، لكن في الآخرة خلاص ما في عمل، ولا في فدية، ولا في مناصرة، ولا في شفاعة إلا من أذن الله له بالشفاعة، ما في شفاعة ولا فدية ولا نصرة. فنحن يجب أن نفكر في هذه الآيات وغيرها، نستحضر هذه الأهوال وهذه المواقف الصعبة، ونخلص أنفسنا الآن، نسأل الله السلامة والثبات. ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، ما ينجي، هذا مستحيل، لا نجاة له، مهما عمل ومهما حمل فإنه لا نجاة له ولا مخلص له. ثم قال كلا، كلا هذه نفي، تأتي للنفي، تأتي للردع والزجر، تأتي للتأكيد، المراد بها هنا النفي، والله أعلم إن هذه المحاولات إنها منتفية يوم القيامة. إنها لظى، هي النار والعياذ بالله، إنها لظى، ما عنها مخلص، ما عنها مخلص. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ما فيه إلا النار، كل المحاولات بارت، إذن ما بقي إلا النار والعياذ بالله للكافر والمشرك والمجرم، ما له مخلص منها. إنها لظى، مالك غيرها أيها الشقي، لظى تتلظى، أنذرتكم نارا تلظى، إنها لظى، هذا من أسماء النار والعياذ بالله، إنها لظى، تهويل من شأنها، نزاعة للشوى، تنزع جلدة الرأس والجلد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وقيل المراد الأعضاء، أن أعضاءها أيضا تتقطع ثم تعود كما كانت، تعود كما كانت، نسأل الله العافية. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، النار، هذه النار لظى تدعو، تنادي، تعرف أهلها، تأخذهم، تدعو من أدبر في الدنيا عن طاعة الله، أدبر عن الرسول وعن طاعة الله،
أدبر عنها وأعرض عنها وتولى، ما له رغبة ولا رجوع فيها، تولى عنها، نسأل الله العافية، ظاهرا وباطنا، أدبر وتولى ظاهرا وباطنا، صد عنها. في الدنيا تدعو من أدبر وتولى، تولى لم يلتفت إليها ولم يعرها اهتمامه ولا يريد الرجوع إليها أو التأمل فيها. وجمع المال، يعني ما له هم بالدنيا، ما له هم بالأعمال الصالحة والطاعة، إنما همه جمع المال من أي طريق، توفير الأموال والأرصدة والثروة، هذا هم هذا الشقي والعياذ بالله، يتعب فيها ولا يستفيد منها يوم القيامة، حتى في الدنيا ما يستفيد منها، أوعى ما استفاد منها حتى للدنيا، صرها وجمعها وأوكى عليها ولم ينفق منها شيئا في سبيل الله، ولم يخرج الزكاة ولم يتصدق منها، تكون عذابا عليه يوم القيامة. أما الذي يجمع المال من الحلال وينفق في سبيل الله ويخرج الزكاة ويتصدق ويعتبر هذا المال نعمة من الله يتقرب به إلى الله، فهذا هو الذي يكون ماله خيرا له الدنيا والآخرة. أما هذا الذي يجمع جموع المنوع فهذا يكون ماله شقاء عليه، وكل ما كثر زاد شقاؤه عليه. وجمع فأوعى، جمع المال وغلق عليه الأبواب والأكياس، ختم عليه وأغلق عليه التجوريات والصناديق والأبواب ولم يخرج منه شيئا، وش استفاد إذا؟ ما استفاد شيء إلا التعب والخوف عليه يسرق، والخوف عليه حارس، هو صار حارس له مسكين ولم يستفد منه شيء، نسأل الله السلامة والعافية. هذا، وإلى درس القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله إليكم سماحة الوالد، فسح لنا في مدتك ونفعنا بعلومك. يقول السائل: هل يستطيع المسلم المؤمن أن يحقق كمال التوحيد؟ نعم، إذا وفقه الله استطاع أن يحقق التوحيد ويكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا يصير لمن يسره الله عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم من أنكر علو الله تعالى على العرش؟ هل يكفر أم لا يكفر؟ يكفر، إذا قال إن الله في كل مكان فإنه يكفر بهذا، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين على علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. نعم، هذا يكون من الحلولية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يعتمد على كتب التفسير المعاصرة دون الرجوع إلى كتب التفسير للمتقدمين؟ كتب التفسير المعاصرة أنا لا أعرف منها شيء، ما ذكرت منها شيء حتى أقول لك عنها إن كان عندي منه معرفة، أما الكلام المجمل هذا فلا. كتب المفسرين المعاصرين إذا كانت تعتمد على كتب المفسرين القدامى فهي جيدة، أما إذا كانت مبتكرة وفكرية هذه لا تغني شيئا ولا يجوز أن يفسر القرآن بها.
القرآن يعتمد تفسيره على أربعة أوجه، على ما تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة، أولا على القرآن بعضه يفسر بعضا، القرآن بعضه يفسر بعضا، فإن لم تجد في القرآن ففي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد في سنة الرسول ففي تفسير الصحابة رضي الله عنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد في تفسير الصحابة ففي تفسير التابعين تلاميذ الصحابة. هذه أوجه التفسير، هذه أوجه التفسير، كما في ابن جرير وابن كثير تفسير والبغوي وغيره من كتب التفسير الموثوقة. نعم. أحسن الله إليكم. وكتب المتأخرين والعصريين إن كانت تمشي على هذا النمط على العين والرأس، أما إذا كانت من أفكارهم ومن تصوراتهم فلا يلتفت إليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يتخذ الله تعالى خليلا؟ ها؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز للإنسان أن يتخذ الله تعالى خليلا؟ نعم، يحب الله، معناه يحب الله حبا شديدا، المؤمن يحب الله حبا شديدا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الحديث الوارد في أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فهل شرار الخلق هم الكفار أم هم عصاة المؤمنين؟ شرار الخلق الذين هم الكفار، هم الكفار، لأنه في آخر الزمان عند قيام الساعة يرفع القرآن، ترفع السنة، ويبقى الناس في شر وفي ظلام دامس، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولم يبقى في الأرض كما في الحديث من يقول الله الله، تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور، هؤلاء هم شرار الناس والعياذ بالله كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أما المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل قيام الساعة، يرسل الله ريحا لطيفة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى شرار الخلق. نعم. وعليهم تقوم الساعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: من الله ذي المعارج، يقول هل ذي المعارج صفة من صفات الله داخلة في توحيد الأسماء والصفات؟ العلو يعني. نعم، العلو من صفات الله، المعارج معناها للعلو، العلو. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يسكن معي أخي في البيت وهو تارك للصلاة، وقد نصحته عدة مرات، فهل أنا محاسب عند الله عز وجل يوم القيامة لترك أخي للصلاة؟ محاسب على بقائك معه في بيت واحد، إذا أبى يصلي لا تسافنه في البيت، إما أن تخرج من البيت إن كان البيت لك تخرج أنت، والمساكن كثيرة ولله الحمد، وإن كان البيت لك تخرجه ولا يبقى معك وهو لا يصلي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدخل في الكهانة ما يفعله بعض علماء النفس بأن يضع أحدهم عدة أسئلة ويطلب من شخص الإجابة عليها؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يدخل في الكهانة ما يفعله بعض علماء النفس بأن يضع عدة أسئلة ويطلب من شخص الإجابة عليها، وعلى ضوء الإجابة يحدد شخصية المجيب، هل هي عدوانية أم أنها هادئة ونحو ذلك؟ اللي سمعنا أنهم يطلبون من الشخص يكتب أو يوقع، هم ينظرون فيه ويحددون نفسية الشخص من كتابته، وهذا لا شك أنه من التخرص وادعاء علم الغيب ومن الخرافات، هذا من الخرافات، وهذا مثل قراءة الكف وقراءة الفنجان وما أشبه ذلك من التخرصات وادعاء علم الغيب.
لا يعلم النفوس إلا الله جل وعلا، لا يعلم ما في النفوس وما في القلوب إلا الله جل وعلا، ولا يعلم ما يحصل للإنسان في المستقبل إلا الله جل وعلا. فهذا من ادعاء علم الغيب، ومن قول على الله بلا علم، ومن الشعوذة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس: دعوا الناس يعتقدون ما يريدون، فالإسلام يحمي العقائد وحرية العقيدة. لا، كذب. الإسلام لا يحمي العقائد الكافرة والمشركة، ما يحميها، وإنما يبطلها ويرد عليها ويقاتل أصحابها حتى يؤمنوا. هذا الإسلام. لماذا شرع الجهاد في سبيل الله إلا لأجل محو الشرك وأهله ونصرة التوحيد ودين الله عز وجل؟ فلا يحمي الإسلام، لا يحمي العقائد الباطلة أبدا، وإنما يبطلها ويرد عليها ويقاتل أهلها إذا دعوا إليها وأصروا عليها ودافعوا عنها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو توجيهكم لطلاب العلم من حيث اهتمامهم بالتوحيد؟ نعم، التوحيد هو الأصل. طلاب العلم وغيرهم، كل مسلم، حتى العوام، وحتى كل مسلم يهتم بالعقيدة ويهتم بالتوحيد، لأنها هي الأصل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الخطبة أو الموعظة التي تقال بعد صلاة الكسوف، هل هي سنة، وما حكم مداومتي عليها؟ نعم نعم، سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الكسوف وعظ أصحابه، بل إن بعض العلماء يرى أنه واجب، ويروا يسمونها خطبة الكسوف، لكن الجمهور على أنها ليست خطبة، وإنما هي موعظة، تذكير للناس وترقيق لقلوبهم، وأن الله جل وعلا يغار من ذنوب عباده وقد يغير عليهم. هذا الذي سلب النور من الشمس ومن القمر قادر سبحانه على أن يغير على العباد إذا غيروا ما بأنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من صفات الله تعالى الحجاب، لما ورد في الحديث: حجابه النور؟ ما هو من صفات الله الحجاب، لكنه الحجاب يثبت لله عز وجل بينه وبين خلقه، إلا وحيا، حتى الرسل ما يكلمهم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذا في الدنيا، ما أحد يرى الله سبحانه وتعالى، حجابه النور جل وعلا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج: هل رأيت ربك؟ قال: نور، أنى أراه، حجابه النور سبحانه وتعالى. أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم تكريما لهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل هو فسق أم كفر؟ تكذيب لله ولرسوله. الله مدحهم وأثنى عليهم وأمر بالاقتداء بهم واتباعهم، تبعوهم بإحسان، فهذا يكذب الله ورسوله ويخشى عليه من الكفر، إلا إن كان جاهلا يقلد الناس اللي يسبونهم ولا يدري، هذا يبين له الأمر والتلبيس الذي حصل في حق الصحابة. أما المتعمد هذا يخشى عليه من الكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله، الذي والله أثنى عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، وهم خير القرون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من صفات الله عز وجل الرداء والإزار، لحديث: العز إزاري والكبرياء ردائي؟ لا، في يقال لفظ الحديث فقط، أنت جيب لفظ الحديث ويكفي، يكفي أنك تجيب لفظ الحديث، لا تقول هذا من صفات الله ومن أسماء الله وما أشبه ذلك، ما كلفك الله بهالأمور هذه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص يسجد لغير الله
ويذبح لغيره وينذر لغيره وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فهل هو كافر؟ بلا شك، إذا كان إنه متعمد هذا الشيء ويعرف أن الذبح عبادة وأن السجود لغير الله عبادة ويفعل هذا لغير الله، لا شك في كفر هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: غيرت اسمي قبل أكثر من 40 سنة لظروف خاصة، ووضعت اسم عمي بدلا من اسم والدي في بطاقة الأحوال، والآن أريد تعديل اسمي، وبعد موافقة الجهات المختصة رأوا أنه لا بد من تعديل أسماء جميع أبنائي وأحفادي، والسؤال: هل يجوز لي البقاء على اسمي بدون تعديل؟ لا، لازم تعدل هذا الشيء. انتسابك إلى غير أبيك هذا كبيرة من كبائر الذنوب، في وعيد شديد، فعليك أن تتعدل وتتوب إلى الله عز وجل وتعدل أسماء أبنائك، تترك هذا العمل. بعضهم يفعله من باب الاحتيال على أخذ المال وعلى، وهذا أيضا جريمة أخرى، وهو الكذب وأخذ المال بالاحتيال. والانتساب إلى غير أبيه هذا فيه وعيد شديد والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من يأتي إلى صلاة الجمعة مبكرا ثم يخرج من مسجده ويذهب إلى المسجد الذي فيه دفن، يقول أحسن الله إليكم: من يأتي إلى صلاة الجمعة مبكرا ثم يخرج من مسجده ويذهب إلى المسجد الذي فيه جنائز ليصلي عليها ثم يعود مرة أخرى إلى مسجده، هل ينقص أجره؟ كيف يعود إلى مسجده؟ الجنائز ما مصلى عليها إلا بعد صلاة الجمعة، وهذا التكلف لا ينبغي. إن حضرت الجنائز صلى عليها، وما حضرتها يكفي أن يصلي عليها من المسلمين، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس إذا أمر شخص شخصا الله ليهينك، فهل في ذلك بأس؟ إذا إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: يقول بعض الناس لبعض إذا أمر شخص شخصا الله ليهينك. نعم، هذا طيب، تسأل الله أنه لا يهينك. من يهن الله فما له من مكرم، فأنت تسأل الله أنه ما يهين. طيب. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: السكتة التي تكون قبل الركوع وبعد الانتهاء من القراءة، هل تكون بمقدار دعاء الاستفتاح؟ ما له مقدار يا أخي، يقولون لما إلى أن يرجع إليه نفسه، ولا له تقدير إلا رجوع النفس فقط بعد القراءة. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى ترمى متوالية، فهل أستطيع أن أرمي الصغرى ثم بعد وقت أعود وأرمي الوسطى ثم الكبرى؟ لا تصح، ما يصح لك إلا الصغرى، ما يصح لك إلا الصغرى، تبدأ الوسطى والكبرى ما رميتها، لأنك نكست، ترتيب واجب في رمي الجمار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعضهم في قوله عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم على صورته، قال: المقصود على صورة آدم، لأنك لو قلت خلق الله آدم على صورة الله للزمك أن تقول بإكمال الحديث وهو طوله 60 ذراعا، فتقول خلق هذا كله كلام سامج ولا قيمة له. تجيب الحديث كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلت خلق الله آدم على صورته على صورة آدم، صار الحديث ما له فائدة. في بعض الروايات على صورة الرحمن، ايش تسوي بها الرواية؟ تجيب الحديث على ما هو عليه، ولست أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، واترك هذه الأمور وهذه هذه العبارات اللي تجيبها من عندك. نعم، يعني تستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم، حول ولا قوة إلا بالله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: رجل ورث من أبيه مالا من الربا وهو الآن تحت يده، فما الواجب عليه العمل بهذا المال؟ إذا علم أنه من الربا فلا يجوز له يستعمل، تخلص منه، يضعه في
في مصلحة من المصالح يتخلص منه، على أنه مال ضائع، ماله أحد، والمال الضائع يوضع في المصالح العامة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت صلاة الوتر 5 ركعات متواصلة، وفي الركعة الثالثة أذن المؤذن لصلاة الفجر، فما الواجب علي العمل في هذه الحال؟ الواجب أن تكمل صلاتك والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يحكم على اليهودي والنصراني بعينه إذا مات؟ نعم. أحسن الله إليكم. هل يحكم على اليهودي والنصراني بعينه إذا مات أنه من أهل النار؟ ما كلفك الله بهذا، ما تعلم الغيب، ربما يكون تاب قبل موته، فما تحكم على معين بالنار أو بالجنة إلا بدليل من الكتاب والسنة. وأما غير المعين فهذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. ولا كلفك الله بهالأمور هذه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد حديث يبين كيفية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ نعم، يدخل في القيام، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة وضع اليمنى على اليسرى فوق صدره، هذا فيه، واللي بعد الركوع قيام، إيش اللي يفرق عن القيام الذي قبل الركوع إلا بدليل، إن جابوا لنا دليل على الفرق ما يفرق، أما مجرد كلام لا ما نقبل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت صائما هذا اليوم وأذن المؤذن لصلاة المغرب حسب التوقيت. يقول أحسن الله إليكم: كنت صائما هذا اليوم وأذن المؤذن للمغرب حسب التوقيت، ولكن وأنا في طريقي بالسيارة ومن مكان مرتفع رأيت ضوء الشمس لا زال باقيا، ولم أفطر حتى انتهى المؤذن من الأذان وتيقنت غروب الشمس. يعني غروب الشمس ما هو بالضوء، غروب الشمس القرص، إذا غاب القرص غابت الشمس، ولو بقي الضوء الضوء يبقى ويتأخر، ما هو بالكلام على الضوء، الكلام على قرص الشمس إذا سقط في الأفق أفطر الصائم، وأما الضوء فهو يبقى بعد الشمس، الشعاع يبقى بعد الشمس بعد غياب الشمس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي وديعة في البنك تدر نعم. يقول أحسن الله إليكم: لدي وديعة في البنك تدر علي فائدة، ولكنني لا أستخدم هذه الفائدة حتى الآن، فما هي الطريقة الشرعية للتصرف في هذه الفائدة؟ الفائدة إن كانت ربوية فهذا ما هو بدر، هذا شر، أما إن كانت الفائدة ما هي بربوية وإنما هي من بيع وشراء وكسب حلال فلا بس هي لك، أما إن كانت من ربا، والغالب على البنوك أنها تستثمر بالربا، فلا تأخذها، لا تأخذها ولا تتمولها، هذا ربا، خذ رأس مالك يكفي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا عادة أنه إذا مات ميت اجتمع النساء وجمعوا لأهل بيته مبلغا من المال وأعطوها إياه، فهل هذا العمل جائز؟ إن كانت فقيرة، إن كان أهل البيت فقراء يساعدون وما في شيء طيب، أما إذا كانوا أغنياء فلا، هذا لا حاجة إليه ويعتبر بدعة. نعم. الله أكبر.
نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ لماذا الزواج بنية الطلاق يا أخي؟ تزوج وإن صلحت لك تبديها، وما صلحت تطلقها بدون أنك تعقد على النية نية الطلاق. الزواج يعقد على نية الدوام والبقاء والاستمرار، فإن عرض عارض واقتضى أنك ما تريدها طلقها بدون هذا الذي عليه العمل، وهذا الواقع لا حاجة إلى الزواج بنية الطلاق، مع أن فيه كلام بعض العلماء يرى أنه باطل، لأنه يشبه المتعة، يشبه المتعة وإن لم يصرح به، ويرى أنه أيضا خديعة للمرأة وخديعة لوليها، لأنه زوجوك وتزوجتك على نية البقاء، فأنت تنوي في قلبك أنك ما تبقيها، هذه خيانة غدر، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم تسمية عمر بن عبد العزيز رحمه الله خامس الخلفاء الراشدين؟ نعم، مكمل، هو مكمل خلافة الخلفاء الراشدين رحمه الله رضي عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كثر في هذه الأيام تهجم أهل الصحافة على العلماء وطلبة العلم، فما الواجب علينا تجاه ذلك؟ إنكار هذا المنكر، إما باللسان والكتابة وإما بالقلب، إذا ما تستطيعون الكتابة فبالقلب، انكر هذا المنكر أقل شيء بقلبك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: وهذا ما هم من صالحهم، الكلام ذا سينقلب عليهم قريبا إن شاء الله، لأن من قاوم الحق وصادم الحق لا بد أن يندم عما قريب، لأن الحق له ناصر وهو الله سبحانه وتعالى، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هؤلاء إنما يجنون على أنفسهم، نسأل الله العافية، وكل مسؤول عن كلامه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل مسؤول عما كتبت يداه، سيسأل يوم القيامة وهو معرض للعقوبة العاجلة، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: من أصابه مرض فاحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب، فهل هذا يمنعه من الدخول في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، نقول يمنعه ما نقول، ما نجزم في هذا، كلام على عقيدة القلب وعلى إرادة القلب، والذهاب إلى الطبيب مباح ولله الحمد، ما هو مكروه، مباح، الدواء والتداوي مباح، إنما 70,000 تركوا المكروه والكي، تركوا المكروه والكي وسؤال الناس، الرقية سؤال وذلة للناس هذا مكروه، فهؤلاء إنما تركوا المكروه ولم يتركوا المباح، المباح هم يأكلون يشربون، والأكل والشرب سبب من الأسباب، لماذا لم يتركوا الأكل والشرب؟ توكلا على الله، الدواء مثل الأكل والشرب مباح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل من صفات الله تعالى الكتابة، لما ورد في الحديث: كتب ربك بكتاب فهو عنده؟ تقول الله كتب كما جاء لفظ الحديث، ولا تغير شيء، تثبت ما جاء في الحديث بدون أنك تقول هل هو من صفات الله من أسمائه، ما كلفت الله بهذا، وأنا أقول لكم اتركوا الشيء اللي ما عليه السلف الصالح ولا دونوه في العقيدة، لا تزيدونه أنتم من عندكم، لا، ما كلفكم الله بهالأمور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل صحيح أن سجود التحية للمخلوق لا يصل إلى الشرك الأكبر؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل صحيح أن سجود التحية للمخلوق لا يصل إلى الشرك الأكبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود لغير الله، هذا وإن كان جائزا في الشرائع السابقة لكنه نسخ، ولا يسجد، لا يسجد أحد لأحد. لما أراد معاذ أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك، وقال إنما السجود
لا يسجد أحد إلا لله كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن نقف مع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والسجود عبادة لغير الله عبادة، يعني إذا سجدت له أنت عبدته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما حكم القصر حتى الانحناء؟ الانحناء هذا ركوع لا يجوز، فكيف هذا السجود؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما حكم القصر إذا أقمت أكثر من 3 أيام؟ يقول أحسن الله إليكم ما حكم القصر إذا أقمت أكثر من 3 أيام؟ إذا أقمت الحد 4 أيام فأقل، إذا أقمت أكثر من 4 أيام تتم الصلاة، إذا نويت الإقامة وزادت على 4 أيام تتم الصلاة. لكن فيه تنبيه، وهو إذا كنت عند مسجد وعند ناس يصلون لا تصلي وحدك تقول علشان أقصر، صل مع الجماعة وأتم الصلاة، لك خير في هذا ولك أجر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل امرأة حجمت ابنتها الحامل، مع ملاحظة أنه إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم من أول ما يصل، ما هو بيقول إلى مضت 4 أيام أبدأ أتم، لا، إذا كنت ناوي الإقامة الطويلة التي تزيد على 4 أيام فمن حين تصل إلى بلد الإقامة تتم الصلاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل امرأة حجمت ابنتها الحامل مع بطنها لشدة ألمها، ثم بعد فترة قليلة سقط الجنين، وبعد سنوات تكرر الحمل والحجامة مع نفس الموضع وسقط الجنين مرة أخرى. حجمت إيش؟ حجمت ابنتها أو حجمت الحمل؟ حجمت ابنتها الحامل مع بطنها. ابنتها الحامل يعني البنت هي الحامل؟ نعم. بعد سنوات تكرر الحمل والحجامة وسقط الجنين مرة أخرى، ثم أن هذه المرأة قد ماتت، وابنتها تسأل وتقول هل على أمي كفارة فيما فعلت؟ إذا كان الحمل يبلغ 4 أشهر وحجمتها، وكان وفاة الجنين بسبب وسقوطه بسبب الحجامة، فإن عليها الكفارة، عليها الكفارة عن الثنتين، عن الأول وعن الثاني، إذا بشرطين: أن يكون الجنين قد بلغ 4 أشهر فأكثر، الشرط الثاني أن تكون الحجامة هي السبب في سقوط الحمل وموته، عليها الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل وإذا ماتت تبقى لي ذمتها، إلا إن أراد أحد أن يصوم عنها ويبري ذمتها، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل إذا حصل الكسوف جزئيا ولكنه قليل جدا ويرى بالعين المجردة، فهل تشرع الصلاة حينئذ؟ نعم تشرع الصلاة، ويخفف الصلاة، خففها، لأنها بمقدار الكسوف، إن طال الكسوف يطول الصلاة، وإن قصرت مدة الكسوف يخفف الصلاة، إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا، وهذا رأى الكسوف يشوفه وإن كان قليلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما حكم البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك؟ لا يصح وباطل، لأنه ليس بيعا وليس تأجيرا، متردد بين الأمرين ولا يجمع بين عقدين مختلفين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل جاء التحذير من أهل البدع في كلام السلف رحمهم الله، فهل ذلك الذي ذكره السلف في حق المبتدعة مستمر إلى قيام الساعة؟ يا أخي يشتد في آخر الزمان، هذا يشتد في آخر الزمان، إذا كثر الجهل وكثر الضلال صاروا يبغضون السلف، صاروا يبغضون السلف وتنقصونهم أشد من الأولين، الأولين عندهم علم وعندهم لكن عندهم ضلال، لكن هؤلاء لا علم ولا تقوى، ويتنقصون السلف ويتمسخرون منهم، الأمر شديد والعياذ بالله.
نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص يسكن في بيت واحد ومعه أبناؤه المتزوجون. يقول أحسن الله إليكم: شخص يسكن في بيت واحد ومعه أبناؤه المتزوجون كلهم في بيت واحد، فهل تجزئ عن هذه العوائل أضحية واحدة أم يجب على كل واحد منهم أضحية مستقلة؟ لا، تكفي عن البيت، الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا 100 أو 200 أو 300، عن الرجل وأهل بيته، هذه السنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المال الحرام هل يكون بعد وفاة صاحبه وانتقاله إلى الورثة يكون حلالا؟ لا، إذا علموا أنه حرام فلا يرثونه، إذا علموا تيقنوا أنه حرام، أما مجرد الشكوك فهذا ما يضر، الأصل الإباحة حتى يثبت أنه حرام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التورق؟ التورق جائز بشروطه، إذا كانت السلعة عند البائع، عند الدائن يشتريها منه المدين بثمن مقسط أو مؤجل، فلا، يستلمها ويقبضها ويبيعها على غيره، لا بأس بذلك. أولا تكون السلعة عند الدائن قبل العقد ملكا له، يبيعها على المحتاج، المحتاج يقبضها قبضا تاما ويحوزها ويخرجها من مكان الدائن ويبيعها مكان آخر على غيره. بهذين الشرطين جائزة على مذهب الجمهور، بعض العلماء يرى أنها ما تجوز لأن حيلة إلى الربا، لكن حاجة الناس الآن تدعو إلى هذا، وين يروحون الناس؟ ما في قروض صحيحة وقروض حسنة، ما فيه إلا اللجوء إلى مسألة التورق، لكن لازم من تطبيق